من حظي من اللوحات الكثيره وقعت لي اللوحه دي لانه انا مريت بموقف نفس الموقف الحاصل في اللوحه. كنت مسافر من ليبيا لايطاليا بالبحر ففجاه ارتفع علينا الموج وفقدنا الامل انه نحن ما حنقدر نصل. من بعدها جونا غفر السواحل الليبي اخذونا. كيف اثرت فيك دي التجربه اللي عشتها؟ بالنسبه لي كل ما انت تجاسف وكل ما انت تتهد بتصل، والدليل انه الليله انا في طوب شيف. برافو عليك. حبيت انه اخذت مجسم يكون نفس الصوره دي. حتى حافظ الموجات كيف يكونوا؟ من شو عملها؟ دي من البطاطس. بشو ملونه؟ لون طعام. يعني هذا ما يتاكل. بالضبط، يعني بطاطا مجسم للصوره اللي بتاكل هو السوشي.